كلاعب كان ممكن توصل للمراحل الاحترافيه ان انت تحترف في اكتر من نادي وتمثل انديه زي الاهلي والشمس وهليوبلس وايضا العديد من المنتخبات الوطنيه، ولا حراسه المرمى فعلا بالنسبه لك كطول القامه وايضا رشاقه وطول الاطراف دايما اللي بيتميز بيها حراسه المرمى ساعدتك ان انت فعلا تكمل مسيره الاحترافيه؟ والله بص انا يعني انا فعلا مش عارف، بس انا يعني انا مؤمن ان كل حاجه بتبقى نصيب. ويعني كنت ساعات كتير يعني لما بقعد افكر كده لو انا كنت لعيب كنت ممكن يعني ما اوصلش للمكانه اللي وصلت لها دي، لان اللعيبه بيبقى محتاجين مجهود بدني مختلف تماما عن حراس المرمى، بيبقوا محتاجين دايما بيبقوا في وضع حركه، بيبقوا محتاجين دايما ان هم يبقوا في يعني اللياقه البدنيه كحركيه اعلى من الاجوان، اللي هو الاستمراريه في الجري، الاستمراريه في الجري دي بتبقى اعلى من الاجوان. فانا كنت بيني وبينك يعني كنت ساعات بفكر ان انا ما كنتش هوصل للمراحل دي، لا انا كنت ممكن اوصل لمرحله معينه وما كنتش هقدر اعدي بعد كده. فساعات كتير بقول الحمد لله ان انا حارس مرمى. الحمد لله. دايما يا كابتن.